أسعار الفائدة هي معدل العائد أو المبلغ الذي يفرضه المقرض على المقترض، وهي نسبة مئوية من رأس المال أو المبلغ المقترض. الفائدة يمكن أن تشمل الأصول المقترضة من النقد، كما تفرض على قيمة السلع الاستهلاكية والعقارات والسيارات وغيرهم عند شرائها بالآجل، لذا يسمونها باختصار تكلفة المال. في النظام المصرفي يتم تحديد معدل الفائدة التي تتقاضاها البنوك من خلال عدة عوامل كحالة اقتصاد الدولة، ويحدد البنك المركزي للبلد سعر الفائدة الذي تستخدمه البنوك لتحديد نطاق معدل الفائدة السنوية الذي تحصل عليه عند الإقراض وتدفعه للمودعين. تستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة كأداة ضمن أدوات السيطرة على معدلات التضخم. عندما تجتمع البنوك المركزية لمناقشة أسعار الفائدة تتخذ قرارا من ثلاثة، فهي إما أن ترفع سعر الفائدة، وذلك عندما ترتفع معدلات التضخم الناجم عن زيادة الطلب بهدف تقليل حجم السيولة النقدية فيقل الإنفاق وبالتالي يتراجع الطلب فتنخفض الأسعار. لكن من ناحية أخرى تتسبب زيادة الفائدة في تراجع الإقراض بسبب ارتفاع التكلفة، مما يؤثر سلبا على مناخ الأعمال. القرار الثاني هو خفض الفائدة، وتلجأ إليه البنوك المركزية في حالات الركود الاقتصادي بهدف إنعاش السوق بالتشجيع على الاقتراض لتحفيز الطلب وتشجيع الاستثمار. وأخيرا تلجأ البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، ويكون ذلك عندما تحقق البنوك المركزية مستهدفاتها لمعدلات التضخم.